ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 19 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 يناير ل 30 يناير. اجواء كتيرة فيها ارتياب هتعم النهاردة، هتستوجب منك انك تاخد موقف من خلالها. هتلاقي شوية صعوبة في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك المعتادة دي بالرغم من كل العواقب السلبية اللي بتبقى نابعة من ماضيك. مع ده هتحاول انك تبقى متفتح اكتر علشان تعرف تتمكن من انك تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. هيتأثر جسمك لو كان الضغط بيزداد عليه. توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل 9 فبراير. هتزيل كل العراقيل اللي بتبقى بتواجهك واللي بتتنبأ بقدومها من فترة طويلة جدا. هتبتدي تظهر بشكل تدريجي اكتر، هتتحول لواقع هيكون تفاديه مستحيل. هتواجه كل التحديات دي في اسرع وقت ممكن. حتى لو كانت المهمة بالنسبة ليك صعبة، كل ما انت بتتأخر هتتراكم العراقيل وهيتوجب عليك مضاعفة مجهودك علشان تعرف تتجاوزها. توقعات العشرية التالتة مواليد 10 فبراير ل 18 فبراير. مشاكلك النهاردة تعتبر غير متوقعة. بيتنبأ اليوم بأنه هيقترب وقوع مشاكل تعتبر مش في طريقك، وتحفيزك على حلها هيبقى أصعب من المعتاد. لكن ما تيأس، وحاول دايما انك تدور على البديل وتتساءل ايضا لأي درجة ممكن تبقى بتأثر المشكلات دي بشكل سلبي عليك شخصيا. من الافضل انك تبقى بتستنى وتسمح بانك تلاقي المشاكل دي طريقها للحل لمفردها.